قدم يسرى يسرى في الحديث مع صاحب اليمنى رونالدينيو. خليها لا خليها لا انا راح احطها. من يا ترى يضع هذه الكره؟ تياغو نيفيز لعب الكره، الله، ميداليه ذهبيه في الرمايه يا تياغو، في التراب والدبل تراب يحصل على ميداليه ذهبيه في الرمايه ويستحقها تياغو نيفيز. الله كيف رماها، الله كيف رماها. منتخب البرازيل يتجاوز سور الصين وزودوا الصين بلة، زودوا الصين بلة. شوف تياغو، خليها يا رونالدينيو، خليها يا مارسيلو. تياغو نيفيز بكرات ريفالدو وأمثاله يضع الكرة، بيوقف المليار صيني كلهم يتابعون اللقطة الماضية يصفقون لهذا الإبداع. تياغو نيفيز يضع الهدف الثاني للمنتخب.